حول هذا الإنجاز معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء. أهلا بك في نشرة الثالثة. نجدد التهنئة بالطبع بهذا الإنجاز العظيم. ما أهمية حصول مملكة البحرين وخاصة المدارس على هذا اللقب العالمي؟ بداية نرحب بكم جميع المشاهدين، وطبعا ننتهز هذه الفرصة لنبارك مملكة البحرين وقيادتنا الرشيدة والمدارس والمعلمين والطلبة هذا الإنجاز. طبعا هذه المشاركات والحصول على الألقاب العالمية يرفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية وعلى المستوى العالمي. المشاركة طبعا في هذا البرنامج المقدم من شركة مايكروسوفت مع العديد من المدارس حول العالم يأهل المدارس اللي فقط تتميز وفق تصنيف الشركة للحصول على هذا اللقب. طبعا يمكن تذكرون نحن في العام الماضي حصلت 14 مدرسة فقط على هذا اللقب. هذا العام ولله الحمد حصلت 32 مدرسة على هذا اللقب، تنوعت بين 9 مدارس ثانوية و9 مدارس إعدادية و13 مدرسة ابتدائية، 10 منهم مدارس بنين و22 مدرسة بنات. 10 مدارس من المدارس 14 اللي حصلت العام على اللقب حصلت عليه للمرة الثانية. طبعا هذا يؤكد أن مدارسنا مدارس فاعلة. نعم. تضمن يعني تضمن أصلا هاي التقنية الحديثة في عملياته وإجراءاته، بما يضمن طبعا أكيد تأهيل الطلبة للنجاح سواء في المدرسة أو في الحياة المستقبلية. بالتأكيد سيدة نوال، يعني يقف خلف هذا الإنجاز بكل تأكيد يعني جهود كبيرة من قبل العاملين على المدارس. كيف تمكنت المدارس من تسريع عملية التحول الرقمي وبناء مجتمع ذو فكر رقمي؟ احنا نقدر نقول ان طبعا هذه ممكن يكون حصيله تراكميه لاعوام مضت. طبعا بدانا مع مشروع جلاله الملك حمد لمدارس المستقبل، ومن ثم تم تطبيق برنامج التمكين الرقمي في التعليم من خلال رؤيه التمكين الرقمي في التعليم لتاكد على تمكين الافراد والجماعات وكيف احنا نستفيد من جميع الموارد البشريه والماديه المتاحه. احنا نركز على التدريب التخصصي النوعي يتم خلال تاهيل الكوادر البشريه في المدارس، وطبعا يمكن كلنا لاحظنا هذا التميز بشكل كبير طبعا خلال الجائحة. أيضا يمكن نقول أن الفضل يعود لتضافر الجهود ووجود فريق تدريبي في كل مدرسة مكون من الاختصاصية تكنولوجيا التعليم والمعلمين الخبراء، أيضا من خلال دمج الأدوات والبرامج الرقمية طبعا في التكنولوجيا. وأيضا المعلمين بذلوا جهد كبير متنوع كمعلمين خبراء، طبعا هم يقومون بالكثير من المشاريع اللي تخدم مهارات القرن 21. هم يشجعون طلباتهم على إنتاج المحتوى الرقمي الهادف. نعم. واللي تم نشره في كثير من القنوات منها مكتبة الرقمية، ولا حتى يكون معلم خبير إلا إذا كان هالمعلم معلم تربوي فاعل سواء كان في صفة أو في مدرسة أو في المجتمع المحلي أو الدولي، وطبعا هو يطور مهاراته الخاصة في مهارات القرن 21 يستطيع أن يطورها عن طلبته. نعم. الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر، وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء، شكرا جزيلا لك.